السلام عليكم، هسه راح نبلش الجزء الثاني من شابتر 8. هذا الجزء بحكي لي عن الكولابس كميكانيزم. شو بحكي لي هذا الشابتر وهذا الجزء؟ بحكي لي انه انا البيم لو عندي زي هيك ستيكلي ديتيرمنت بيم او ستيكلي ديتيرمنت بيم، يعني هذا ديتيرمنت بيم من سيبلي سبورتد، هذا البيم فشل وانا حطيت له انترنال هنج هون. ليش؟ احنا بنعرف بيم اذا كان عندي عدد الرياكشن قديش بيساوي 3، كم عدد الايكويشن سيجما اف واي سيجما اف اكس سيجما مومنت بيساوي برضو 3. هسه هذا لما يكون زي هيك بيكون ديتيرمنت بيم. لو كانت الايكويشن اكبر من الرياكشن بيكون هذا انستابل، يعني فاشل مش ثابت وبفشل. هسه بالتالي كان عندي انا انترنال هنج هون صار عندي عدد الايكويشن 4، بيكون عدد الايكويشن 4 والرياكشن 3 بيكون انستابل، فبالتالي البيم بيفشل لما تزيد عدد المعادلات. ومتى بتزيد عدد المعادلات؟ اذا زاد عدد الانترنال هنج. بالتالي عندي هون بن سبورت وعندي رولر سبورت، هذول بسموهم ريال هنج. ريال تمام. هسه في عندي بتحدث البلاستيك هنج قلنا قبل ما يفشل، وين تحدث البلاستيك هنج؟ قلنا عند الماكسيمم مومنت او عند قيام المومنت، فهون راح يحدث الفشل البلاستيك هنج، فبصير لهذا البيم 3 هنج اللي يفشل بيم، لانه انا عندي السمبل سبان فقط 3 هنج يفشل تمام. بيفشل بصير عندي 3 بلاستيك هنج راح يفشل. طيب لو كان ستيكلي انديتيرمنت برضه هسه هون راح يحدث عندي 3 بلاستيك هنج. ليش؟ لانه هذا المومنت ديجرام له هيك 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 هيك، بالتالي راح يفشل عند المومنت اللي هون وراح يفشل عند المومنت اللي هون وراح يفشل المومنت عند هون، وهي سمبل سبان. السمبل سبان عندي 3 هنج، شو راح يحدث عندي؟ هي عندي انستابل تمام. ولكن هون الفشل ناتج عن 3 بلاستيك، ممكن ناتج عن 2 ريال قد 1 بلاستيك، كلياته راح يفرق معي خلال الحل. لانه هسه هون شو بيطلب مني؟ انا بكون مع المومنت من السكشن، هو الامنومينال من السكشن، بنطلع الاي والسي ومع الاف واي بطلع الماكسيمم مومنت واللود بجيبه منه. هسه لو كان عندي بين هنج ورول وفيكست، هون كيف المومنت عندي؟ المومنت ديجرام عندي هاي قيمه، عندي هون قيمه زي هيك جايه ولكن مش بالمنتصف مثلا، بعدين المومنت هيك. انا عندي هون بلاستيك هنج، عندي هون بلاستيك هنج، وهون عندي ريال هنج، فهون ناتج عن 1 ريال و 2 بلاستيك 2 بلاستيك. هسه عشان اوجد اللود، هذا اللود البينومينال، بدي اطبق مبدا حفظ الطاقه، مبدا حفظ الطاقه تمام. بدي اطبق مبدا حفظ الطاقه. شو الطاقه؟ بيقول لي الورك الخارجي يساوي الورك الداخلي internal. شو الورك الخارجي؟ نعرف احنا انه الشغل هو قوة في distance، يعني قوة في deflection F في delta. طيب والداخل من ايش بنتج؟ الخارجي بنتج عن نودات والداخلي بنتج عن مومنت تمام؟ تمام. طيب الداخل بنتج عن rotation وعن مومنت، فM في ثيتا تساوي اللود اللي هي بي في دلتا. انا مع المومنت مع الثيتا او بجيبها بجيب الدلتا بطلع قيمه الاف اللي هي او بي نومينال. كيف بدي اجيبها؟ هسه رح نستعمل مبادئ الاستراكشر. هسه في عندي قانون قلناه زمان بالسترينث ان الشير ستريس بيساوي جي في جاما. نحكي الجاما هي نفسها تان جاما. ليش؟ لانه لما تكون الزاويه بالراديان قليله بيكون التان الها بيكون نفس الجاما، برضه بيكون الها نفس الساين جاما وتساوي جاما. هاي الطريقة أو هذا الإشي شو بسموه؟ small angle theory. أنا هسا بدي أستعمل مبدأ small angle theory اللي هي الزاوية الصغيرة، نظرية الزوايا الصغيرة، من خلالها بقدر أوجد الشغل الداخلي، ومن خلال الشغل الداخلي بقدر أوجد الشغل الخارجي وبخلص السؤال. هسا لو كان عندي فيكس سبورت رولر سبورت او عادي هنج
هون اسمه بلاسيك، مو اسمه نفس الشيء رولر اوبن. وعندي هون البي نومينال، هاي المسافة 10 فت وهاي المسافة 10 فت. شو حكى لي؟ حكى لي اوجد قيمة بي ام. هذا شكل الفشل له كيف؟ بنعرف اول شيء بنرسم المومنت دياجرام. المومنت دياجرام في عندي هذا فيكست له قيمة، في عندي من اللود جاء قيمة، وفي عندي هيك. بالتالي راح يحدث عندي بلاستيك هنج هون، راح يحدث عندي بلاستيك هنج هون، راح يحدث ريال هنج هون. شكل الفشل عندي زي هيك، تمام؟ تمام. هذا ناتج عن بلاستيك، وهذا ناتج عن ريال بلاستيك، وهذا ناتج عن ريال. هسا انه المسافة هاي، هسا بفرض زوايا، خلينا ارسم هذا الشكل اللي تحت هون، تمام تمام. هسا هاي الزاوية اسمها ثيتا، وهذا الطول لأنه نفس هذا الطول فبرضه هاي ثيتا. ليش؟ لأنه أنا عندي هذا المثلث، فهذا الطول وهذا ارتفاع نفسه، بالتالي هاي راح تكون نفسها. إذا هاي ثيتا، هاي ثيتا، وهاي وهاي هي الثيتا الديفليكشن، هاي هي الديفليكشن للبيم. لو هذا الخط ظليت مكمله، هذا الخط ظليت مكمله، طلع معي زاوية خارجة. الزاوية الخارجة دائما هي مجموع الزوايا الداخلية، هاي ثيتا وهاي ثيتا، فراح تكون هاي اثنين ثيتا، هاي راح تكون اثنين ثيتا. هيك صار معي ثيتا واثنين ثيتا وثيتا. عندي هاي قلعة اثنين، عندي هاي قلعة اثنين، لأنه ال كاملة 20، فإذا هاي 10 وهاي 10، هاي قلعة اثنين، هاي قلعة اثنين. هسا بطبق مبدأ W external تساوي W internal. طيب شو الشغل الخارجي؟ وين في عندي لودات؟ يقول لي أول شيء هذا لود، وهذا لود اللي هو الرياكشن، واللود اللي بالنص. كم الديفليكشن؟ زيرو. الرياكشن زيرو زيرو، ما عندي هنا شغل. نيجي لهون الرياكشن هون زيرو. هون يقول لي هون والله في بي ان في دلتا، هون اللود بي ان دلتا، هذا الشغل الخارجي فقط. ليش؟ لانه عندي بس هاي المسافه اللي نزلت. طيب الشغل الداخلي، بقول لك هون في مومنت، راح تقول لي لا، الريال هنج، الريال هنج ما بيعمل لي شغل. قلت قاعده الريال هنج ما بيعمل لي شغل، اللي بيعمل لي شغل هو البلاستيك هنج. طيب هون في عندي ايش؟ مومنت لام نومينال، كم الزاويه تبعته؟ والزاويه تبعته 2 ثيتا، تمام. تزيد عليها، تزيد عليها، في عندي شغل كمان ناتج من هون، هذا مومنت. هون ام نومينال في ايش؟ في ثيتا. فبالتالي بي ان في دلتا تساوي 3 ام ان في ثيتا. طيب بدي انا علاقه بين اللود والمومنت. طيب انا بعرف انه الثيتا هاي بتستعمل مبدا الزوايا الصغيره، مبدا الزوايا الصغيره ان ثيتا تساوي اس على 2، يعني بالتالي ثيتا بتساوي ثيتا، مبدأ الزوايا الصغيرة تان ثيتا بتساوي ثيتا، إذا ثيتا تساوي اس في ال على 2، إذا اس تساوي ثيتا في ال على 2، بالتالي بدل اس بتحط ثيتا في ال على 2، ثيتا راح تضطر مع ثيتا، بي ان راح يظل 3 ام ان على 2 في ال. إذا بي ان ستة، إذا بي ان أو ام ان خلص هيك بي ان بتساوي ستة، بي ان ستة ام ان على ال على ال. بالتالي البي ان راح تساوي ستة على 20 في ام ان، يعني ستة يعني بونت 3 أم نومينال. أم نومينال بجيبه من السكشن. هاي شغلة الكولابس ميكانيزم مفهومة ببساطة. عندي هاي الزاوية ثيتا وهاي الزاوية ثيتا بسبب إنه الطول هذا هو نفسه هذا من قانون تان إنفرس. أول شغلة. ثاني إشي الشغل الخارجي هو ناتج عن اللودات. اللودات عندي فقط اللود هذا، لأن اللود رياكشن، اللود رياكشن ما بيعمل لي إزاحة، الشغل الخارجي له زيرو. بعدين الزوايا الداخلية، في عندي مومنت هون وعندي مومنت هون، بالتالي المومنت هذا الزاوية له ثيتا، والمومنت هذا له الزاوية له 2 ثيتا.
سويهم ببعض، وعندي علاقة بطلع الثيتا بالثيتا والثيتا ببعض ليلة ال، بخلص فبطلع العلاقة بينهم. تمام، طبعا مثال ثاني، لو كان عندي fixed beam، fixed beam وعليه load برضه مقداره pn، هاي المسافة 20 وهاي المسافة 10، يعني انه هاي المسافة L على 3 وهاي المسافة 2 L على 3. المومنت ديجرام له كيف؟ راح يقول المومنت ديجرام له قيمة هون وقيمة هون وقيمة هون وقيمة هون، بالتالي راح يحدث عندي بلاستيك هنج هون وبلاستيك هنج هون وبلاستيك هنج هون، بالتالي رسمة البلاستيك هنج حتكون زي هيك، حتكون عندي هاي القيمة. هسا هاي الزاوية مش نفس هاي الزاوية، ليش؟ لأنه مش مش في المنتصف، يعني إذا هاي دلتا وهاي ألعى ثلاث، هاي راح تكون اثنين ألعى ثلاث. لو سميت هاي ثيتا 1 تسمي هاي ثيتا 2، هاي شو بتتساوي؟ الزاوية الخارجية ثيتا 1 هاي ثيتا 2. هسه بدي اوجد علاقه بين ثيتا 1 وثيتا 2 ببساطه، بقول لك ثيتا 1 بتساوي اس على 2 على 3، ثيتا 2 راح تساوي اس على على 3. بالتالي ثيتا 2 راح تساوي اضرب هاي في 2، يعني ثيتا 2 راح تساوي 2 ثيتا 1. بكل بساطة لو ضربت هاي باثنين وقسمتها على 2، يعني هاي لو ضربتها باثنين وضربتها باثنين، 2 مع 2 بتصير ثيتا 1 بتساوي ثيتا 2. تمام، نسويهم ببعض. هاي العلاقة طلعتها 2 ثيتا 1 بتساوي ثيتا 2، يعني تروح مكان ثيتا 2 هون تمسحها تحطها 2 ثيتا 1، ومكان ثيتا 2 هون تحط 2 ثيتا 1، وعندي ثيتا 1 بتصير هاي 3 ثيتا 1. هسه خلصت طلعت العلاقة بين الثيتايات، خلص W external بتساوي W internal. يلا W external هون عندي لود بيعمل ليش ديفليكشن، عندي هون لود بيعمل ليش ديفليكشن، عندي لود هون Pn دلتا، Pn في دلتا بدها تساوي الألواد الخارجية، عندي بلاستيك هنج هون، بلاستيك هنج هون وبلاستيك هنج هون، يعني عندي ثلاث مومنت. عندي أول مومنت مقداره أم نومينال، طبعا كلهم أم نومينال، أم نومينال في 2 ثيتا زائد أم نومينال 3 ثيتا 1 زائد أم نومينال ثيتا 1 3 5 1 6، يعني 6 ثيتا 1 أم نومينال تساوي بي ان دلتا. طيب دلتا كم؟ ثيتا 1 ثيتا 1 او اس على 2 على 3 تساوي ثيتا 1، تان ثيتا 1 تان ثيتا نفسها ثيتا، فبالتالي اس بدها تساوي 2 2 ال ثيتا 1 على 3، 2 ال ثيتا 1 على 3. طيب خلينا نمسح كثير شغلات، خلينا نحكي انه بي ان دلتا بتساوي 6 ام ان ثيتا 1، هذا الشيء اخر شيء وصلنا. والاس قلنا كنا من تان الزاويه اس تساوي او ثيتا، قصدي ثيتا 1 تساوي اس على 2 ال على 3، بالتالي اس بدها تساوي 2 ال ثيتا 1 على 3. يلا روح حطها هون، يعني 2 ال ثيتا 1 على 3 تساوي 6 ام ان ثيتا 1، ثيتا 1 مع ثيتا 1 بتطير، ال 2 1 هاي 3 بتطير، بي ان تساوي 9، بي ان بدها تساوي 9 اللي هي 3 في 3 ام ان على ال، والال هي مقدارها 10، ال مقدارها 3، مش عارف بس هاي العلاقة بتطلع، هاي العلاقة اللي بتطلع.
تمام، هاي شو خلينا نشوفه هون، هاي العلاقة اللي حكيناها خط وشحنة قبل شوي، هاي العلاقات ثلاث ثيتا ام ان، اخر شي وصلنا على بوينت 2 تمام. هذا الاكزامبل لما حليته هاي 3 ثيتا 1 تمام 100%. طيب هذا الشيء حكيته وصلته، شفت لما وصلت وصلته 39 39 لانه ال 30 صح، اخر شيء وصلته 9 ال ام ان، ال كم مقدارها 30 39.3 ام نومينال 23 ام نومينال قيمة ال B ultimate. مش عارف إذا حدا عنده سؤال راح يكون ممكن السؤال اللي يسأله الثيتيات، الثيتيات احنا كيف نجيبهم من قوانين تان الزاوية والأم نومينال بنجيبه من السكشن من أول من البارت 1 من ال B من شابتر 8 والشغل الخارجي وتشوف شو اللود، ما عنديش غير لود مثلا والرياكشن ما بهم اللودات تمام. بس في عندي حالة ثالثة انه لو كان عندي مثلا نفس الاشي فيكس سبورت ورولر سبورت لكن في عندي تو لود، عندي لود هون وعندي لود هون، عندي هيك بصير عندي اكثر من هالي، هاي سميتها 0.6 بي ان وهاي بي ان، وهاي مسافة 10 وهاي مسافة 10 وهاي مسافة 10. هسا هذا كيف شكل المومنت له، مومنت دايجرام راح نقول الفيكس عنده قيمة، عندي هذا اللود عنده قيمة وهذا اللود برضه عنده قيمة وهنا زيرو. فبالتالي هون عندي أنا كم بلاستيك هنج، عندي عدة هسا بفشل معي على ثلاث، رح يفشل معي على ثري بلاستيك هنج، رح يفشل عندي على ثري بلاستيك هنج. بس شو هم؟ هسا ممكن تكون هاي مثلا زي هيك، ممكن تكون هاي، ممكن تكون هاي بس انه هذول الثلاث، ممكن تكون هاي طبعا بعتبرهم واحدة يعني. انا عندي عدة حالات، عندي كثير حالات، شو بعمل؟ بروح بحلهم كلهم واخذ الاقل، يعني راح تشتغل على كثير شغلات تمام. خلينا نبلش واحدة واحدة، خلينا نبلش واحدة واحدة. انا عندي عدة حالات، كل ثلاثة بلاستيك هند باخذهم تمام. ناخذ الحالة الأولى، الحالة الأولى إنه آخذ زي هيك بس، هاي هون هند، أو خلينا ناخذها على تحت هوك وهيك، اللي هون ناخذ البلاستيك هند عند الـ 0.6 بي ان. هسا هاي، هسا هاي، هاي المسافة 10، المسافة اللي ظلت 20 راح تصير زي قبل شوي، لو سميت هاي ثيتا هاي راح تكون 2 ثيتا، قبل شوي أخذناها هاي دلتا. فبالتالي هسا هون في لود مش زي قبل شوي، في لود راح يعمل لي شغل برضه، راح يعمل لي شغل، راح يعمل لي 10 ثيتا، هاي المسافة راح تكون 10 ثيتا تمام. طيب راح تسألوني كيف اجت ال 10 ثيتا، هسه بقول لكم خليني احل السؤال قبل. هسه هون W external تساوي W internal. طيب شو اللودات اللي بيعملوا عندي؟ عندي اللودين بيعملوا شغل، الأول 0.6 Pn في دلتا زائد Pn برضو في دلتا، بس هاي دلتا 1 وهي دلتا 2 بدها تساوي الانترنال، الانترنال عندي مومنت، المومنتات اللي عندي البلاستيك هنج اللي عندي، انا فرضت بلاستيك هنج هون وبلاستيك هنج هون وريال هون، الريال هذا ما بيعمل لي فشل، راح يعمل لي هاي، هاي 3 ثيتا، راح احكي 3 ثيتا ام ان زائد 2 ثيتا ام ان. شو ظلت مشكلتي؟ ظلت مشكلتي بدلتا 1 ودلتا 2 تمام. هسا كيف تجيب هذا الاشي؟ كيف تجيب هذا الاشي؟ هاي المسافة، هاي المسافة 10 وهاي ثيتا، فتان ثيتا راح تكون دلتا
10، فإذا دلتا 10 ثيتا. هون المسافة 10، بس هاي 2 ثيتا، ثيتا راح تكون أو الأس راح تكون 20 ثيتا، راح تكون 20 ثيتا. عادي حلها أس أو ثيتا أو تان 2 ثيتا، 2 ثيتا شو بتتساوي؟ أس 10، إذا أس بتساوي 20 ثيتا، مش صعب. هون بحط 20 ثيتا، وهون بحط 10 ثيتا، فهاي 5 أم أن ثيتا، حلهم طلع معي كينو من ال بتساوي 0.227 أم نومينال. هاي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية عندي شو هي؟ الحالة الثانية العكس. الحالة الثانية العكس. إني آخذ في بلاستيكنج إنه هاي البلاستيكنج. أول شيء هاي المسافة الأصلية. البلاستيك هنج هون. بالتالي البلاستيك هنج عندي فعلياً حسب الرسم هاي هي هذا وهذا وهذا. تمام؟ مثلاً نعرف إنه شو ناخذ. دلتا هون هتكون عندي بس عكس هذيك. هذي هون 20 2 ثيتا وهون ثيتا. والزاوية الخارجية طبعاً هي إنه ثيتا وإنه ثيتا 2، أنا طلعت علاقة بينهم. هاي 3 ثيتا. راح تكون 20 ثيتا، وها راح تكون اللود اللي هون 10 ثيتا، هي المسافة هاي 10، هاي المسافة 10 بس الزاوية ثيتا، وهكذا. هون عندي 0.6 PN في 10 ثيتا، تغيرت المعادلة ما اللي قبلها، زائد PN في 20 ثيتا، شو تتساوي؟ عندي كان وين الفشل عندي؟ الفشل عندي عند هذا المومنت، عند هذا المومنت، وعند الريال بعمل لي زيرو. أم نومينال في ثيتا زائد أم نومينال في 3 ثيتا، 3 ثيتا. بيطلع مع الناتج النهائي يعني 0.154 أم نومينال. لاحظ 0.154 أقل من هذيك، فممكن تكون هاي الجواب. لسه ظل عندي كمان حالتين. حالتين انه الفشل يحدث عندي يكون هون الفول الثلاث. فكيف الفشل عندي؟ الفشل عندي لو كان هذا البيم كامل هيك، عندي هون بلاستيك هنج، عندي هون بلاستيك هنج، عندي هون بلاستيك هنج، ريال هنج. هاي المسافة بكل بساطة، هاي المسافة راح تكون بس 10 ثيتا، يعني إذا هاي ثيتا، هاي ثيتا برضو، فهاي 10 ثيتا، وهاي 2 ثيتا. شو المومنت وين بحصل الفشل؟ بحصل بالمومنت اللي هون بس، فهي لما كانت صارت بلاستيك هنج ما هي، ف ال بي ان في 10 ثيتا تتساوي. فعندي مومنت هون، فعندي مومنت هون أم نومينال ثيتا زائد 2 ثيتا أم نومينال، بطلع مع ثيتا أو بي أن 0.3، وهي أكبر من هاي فما يعني فيها. الحالة الأخيرة الفشل يحدث عندي على طول السكشن، إنه هيك زي هيك الفشل. فهون هون 10 ثيتا، هون 10 ثيتا ديفليكشن، هاي ديفليكشن هون 10 ثيتا، هاي ديفليكشن الثاني 10 ثيتا برضه، وهاي وظل الشكل كامل متماثل، ثيتا الأطوال نفسها. فبالتبادل والتناظر إذا هاي ثيتا برضه هاي ثيتا، وهون إذا هاي ثيتا هاي برضه ثيتا. هون عندي الفشل ناتج عن مومنت من هون، مومنت من هون، ومومنت من هون، في بلاستيك هذا زيرو طبعاً ما بعمل أي شيء. ثيتا وثيتا وثيتا 3 ثيتا بدها تساوي الشغل اللي هون 0.6 ان في 10 ثيتا، والشغل اللي بين هون بي ان في 10 ثيتا.
اطلع معي 0.1875 ام نومينال، حط القيمة هاي وهي هي الحل. بطلع عم نومينال بطلع من خلالها. الشابتر بكون انتهى. حتى بالكتاب لما تمشي راح تلاقي يونيفورم لود مش داخل، كونتينيوس بين برضه مش داخل، هاي الحالة اللي حكيت عنها. هاي حكيت عنها قبل شوي. هاي ما هي كل الحالات. هاي البلاستيك هذول، البلاستيك يكونوا بس هذول. اليونيفورم لود مش داخل حكينا، وال كونتينيوس بين برضه مش داخل. هاي هذا مش داخل. فهسه الأمثلة صفت بس اللي زي هيك. هاد أكثر إنه أنت حلهم لحالك، وهاد ثلاث لودات لحالك. بتركز معي إنه هون ماتريك سكشن W21/44 عشان تروح المانيوال تجيب قيمة زد، لأنه زد في اف واي بتطلع قيمة الأم نومينال. فهمتوا ليش هون أحط لك سكشن؟ تحل السؤال كرقم يعني، تطلع بي ان كرقم. طيب لو عندي 3 لود، في عندي كثير كيسز. عندي او هسه انا بدي 3 هنج، هذا الهنج الاول، وفي هذا الهنج الثاني فرضا، والهنج الثالث. فممكن تحل السؤال زي هيك، ممكن تحله زي هيك، ممكن تحله زي هيك، ممكن تحله زي هيك، ممكن تحله بالعكس هيك، بس بين الثلاثه طبعا. ممكن تحله بكثير حالات، وظلك حط احتمالات قد ما بدك. تحله زي هيك وهيك، بتجربهم كلياتهم بعدين تاخذ الهاي. طيب لو كان عندي internal hinge هون، لو عندي internal hinge بكون ضايلي بس، يعني لو بدي احل بكون بدي بس بدي 2 بلاستيك hinge، طيب يعني بدي هاي يعني هاي هيك بس، تمام؟ لا تنسى او هيك يعني. بس نفس الوقت لو عندي internal hinge بقدرش انه هذا الاشي راح يوقع كامل. انا ما بقدر اني اخذ هيك، لا اخذ للاخير. ليش؟ لانه هاي الانترنال هينج راح توقع. مش مهم كثير، ما ممكن يجي عليه لانه ما في حالات. الفريم برضه مش داخل. يعني الشابتر تقريبا انتهى. بس اعرف انه انت عندك لما يكون عندك اكثر من لود بدك تحط كازات، كل الكازات الممكنه وتحل. افتح المانيوال وشوف كيف بنحل. هاي الحالات كل اللي حكيتها 10 10، في تعرفنا من وين اجت، في تعرفنا من وين اجت. هكذا. إن شاء الله يكون الشابتر مفهوم، ويعطيكم ألف عافية.